إليكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. جبهة الجنوب مرتبطة بغزة، ولكن هناك الكثير من الآراء الداخلية التي تندد بهذا الربط وتدعو إلى انتخابات رئاسية فورا وفي أسرع وقت ممكن، وتحديدا اليوم البطريرك الراعي دعا إلى انتخاب رئيس لأن المجلس النيابي فاقد لحق التشريع والحكومة أيضا فاقدة لصلاحياتها. عن كل هذه المواضيع بالإضافة إلى بعض المواقف الداخلية سنبحثها في هذه الحلقة مع ضيفي الكاتب السياسي الأستاذ حسن الدر. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بدنا نبلش شوي بموضوع غزة، وتحديدا أنه بعض الأطراف الداخلية ومن حلفاء أيضا الثنائي الشيعي عم يدعو إلى عدم الربط ما بين هاتين الجبهتين. هل هناك من أي رابط؟ صرنا خلاص يعني فعليا مربوطين بغزة، والحل الداخلي مربوط بانتهاء الحرب بغزة، وخصوصا من بعد الحملة على الرئيس ميقاتي بخصوص الموقف الرسمي للدولة اللبنانية؟ بداية مساء الخير إليك وللمشاهدين. الربط العسكري واضح وقائم وصار ورانا هالموضوع. موضوع أنه الجبهة في جنوب لبنان مرتبطة حكما بما يحصل في غزة، وهذا الكلام عبر عنه الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله، وأيضا كان موقف الرئيس ميقاتي اللي هو رئيس حكومة. بس ما عم ينبلع بالداخل، يعني بعض الأطراف الداخلية ما عم تقدر تتقبل هذا الموضوع. هلا بنجي بعد شوي على الداخل، ولكن خلي الإسرائيليين نفسهم، أيزنكوت شو قال من كم يوم؟ إنه قبل أن يطلق حزب الله أيضا أصلا النار في جنوب لبنان، كان نتنياهو هو حسب ما عم بيقول أو هذه الحكومة رايحة تعمل خطأ استراتيجي وتعمل حرب كبيرة على لبنان. هو ادعى انه هو فرمل هذه الخطوه، وكان بايدن ايضا او مقربين منه، يعني اداره بايدن بتدعي ايضا، يعني بتتفاخر، يعني عم بتسابقوا من له هذا الفضل بانه منع حكومه العدو نتنياهو وهذا المتطرفين اللي معه من انه يشنوا حرب كبيره على لبنان. فبالداخل اللبناني بتحس عايشين بغير عالم، يعني بعضهم اكيد اللي هن عم بيحاولوا يفصلوا بين غزه او بين ما يحصل في المنطقه كلها بشكل عام وما يحصل في لبنان. نحن على حدود فلسطين المحتلة، نحن مهددون بشكل يومي من قادة هذا الكيان، من قادة حرب هذا الكيان، حتى من صحفيين وإعلاميين ومحللين واللي بدك إياه. الحرب وصلت إلى البحر الأحمر، وصلت إلى العراق، وصلت إلى اليمن وكل هذه المنطقة، وبدنا إياه نحن على الحدود أن نكون بعيدين عن هذه الحرب. فهذه المسألة أصبح الارتباط بين جنوب لبنان وهذه الجبهة مرتبط عضويا، ولا يمكن الفصل بين ما يحصل في غزة وما يحصل في لبنان. حتى بيّن ذلك بالهدنة، الهدنة اللي كانت بغزة باليوم 47، لما هديت بغزة هديت الجبهة في جنوب لبنان. أما سحب هذه المسألة على الملفات الداخلية، فهذه مسألة أعتقد أنه الرئيس نبيه بري كان حاسم بهذا الموضوع عندما سئل أكثر من مرة، وقال أنه لا يمكن أن، يعني هذا الملف له علاقة بشؤون داخلية لبنانية. نحن يعني الرئيس بري عم بيقول أكثر من مرة، قال أكثر من صحيفة، لأكثر من يعني من صحفيين التقوا زوار وغيرهم، نحن مستعدون، يعني هذا الفريق، إنه بالعكس هو أول ما صارت الحرب بغزة قال هي فرصة إنه نحن يجب أن ننتخب رئيس الجمهورية وأن نملأ هذا الفراغ، لأنه هذه الحرب ليست حرب عادية. ما يحصل في غزة سيؤثر على المنطقة كلها، وهلا عم بيأثر على العالم كله، وراح يأثر بالانتخابات الأمريكية باعتراف الجميع. فنحن الأولى بنا كلبنانيين أن نكون عندنا انتظام بعمل المؤسسات، ويكون في عندنا رئيس جمهورية لنقدر نواكب هذه المتغيرات اللي عم تصير بالمنطقة وعلى حدودنا. ولكن هؤلاء هن أنفسهم، شفنا امبارح النائب جبران باسيل تصريح لجريدة الأخبار عم يحكي بطريقة يعني كأنه خارج الزمان وخارج المكان. الأولوية اليوم كيف نمنع امتداد هذه الحرب إلى كل لبنان؟ كيف نمنع، لا نعطي الذريعة لبنيامين نتنياهو هذه الحكومة اليمينية المتطرفة المجرمة من أنه تحقق أهدافها بلبنان وأن تخلط الأوراق كلها من أجل وضع كل الملفات على الطاولة؟ طيب أستاذ حسن، يعني واضح أنه يمكن جبهة الجنوب بعدها مش معروف كتير كيف رح تكون، إذا رح تتفاقم أكثر الأوضاع الأمنية أو رح تضل هيك ضمن قواعد الاشتباك، وخصوصا أنه الخبر المؤكد حتى هذه اللحظة أنه بكفرة حتى هذه اللحظة في شهيد واحد وهو عنصر من المقاومة، وفي بعض الجرحى من المدنيين.
اليوم إسرائيل ما عم ترتدع عن يعني استهداف المدنيين، هل هذا الموضوع سيكون بداية لتدهور الموضوع يعني وجر حزب الله إلى استهداف مدنيين أكثر من العدو الإسرائيلي وبالتالي بتعلق الحرب وبتتوسع؟ هلا تفضلتي قلتي شهيد مقاوم. نعم. يعني خلينا نتأكد بعد ما شفنا الأخبار. الجرحى الاستهدافات الأمنية اللي اعتملها اللي عملها العدو الإسرائيلي هي استهدافات للمقاومين يعني لمقاومين مش لمدنيين. هذا الحرب الجديدة إذا بدك، هذا الانتقال إلى الاغتيالات الأمنية أو تفعيل أكثر التركيز على اغتيالات المقاومين والقادة في المقاومة كان بلبنان وكان بسوريا مثل ما شفنا امبارح، واضح هذا مرحلة جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية كانت سابقا عم تنصح الإسرائيلي يروح إلى هذا المكان، لأنه كما يعلم الجميع إسرائيل متفوقة أمنيا، متفوقة تكنولوجيا، متفوقة بسلاح الجو، متفوقة بالمجال الاستخباري، وهذا ملعبها، وإضافة إلى أنه هي مدعومة بكل الوسائل التقنية من أمريكا ومن بريطانيا ومن كل هؤلاء الذين لم يخفوا دعمهم للعدو الإسرائيلي الذي فشل في الميدان في غزة وأيضا في لبنان. ما هلأ بننقل عن كبرى الصحف الإسرائيلية ماذا تقول عن جبهة الشمال، وأيضا كان في مقال ملفت أمس لتوماس فريدمان، لأنه البعض بلبنان مثلا بيعتبر أنه نحن أهل المقاومة عم نبالغ وعم نحكي كلام فيه يعني هيك معنويات زائدة. توماس فريدمان كاتب من أهم الكتاب الأمريكيين اليهود، امبارح بيقول بمقاله، بيقول عرض هذا المقال وناقش هذه الأفكار مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. هو بيقول إسرائيل اليوم خاسرة على ثلاث جبهات، جبهة غزة، بالمناسبة الإسرائيليون إن كان وزراء وإن كان أيضا معنيين ومحللين صار مسألة الهزيمة بغزة طووها، يعني تحقيق الأهداف صار وراهم، مسألة تحرير الأسرى والقضاء على حماس، وهذا أيضا يعني تقديرات الاستخبارات الأمريكية أنه هذا الموضوع مش أنه بعيد، أنه خلص صار ورانا، نروح نفتش على طريقة لإنهاء هذه الحرب وتخرج إسرائيل بماء الوجه. فهذه الجبهة خسرتها، توماس فريدمان عم بيقول، عشان بنذكر دائما أنه هذا مش حسن الدر عم بيحكي ولا محلل أو كاتب سياسي تابع للمقاومة أو مؤيد أو مناصر للمقاومة. وبيقول الجبهة الثانية التي خسرتها إسرائيل هي كل جبهات المقاومة في المنطقة، وبيبلش من جنوب لبنان إلى اليمن إلى العراق. إسرائيل صح عم تعمل عمليات أمنية وصح عم بترد، ولكن هي في مقام الدفاع عن نفسها. نعم. إسرائيل كانت تحتاج، لا تحتاج إلى ذريعة أصلا، ما يحصل في شمال لبنان في شمال فلسطين المحتلة، الإضاءة الكبيرة الفوكسة إذا بدك الإسرائيلية على هذا الموضوع هلأ بعد شوي يرجع لها. والجبهة الثالثة اللي بيقول عنها توماس فريدمان هي العلاقات العامة، وهي وجه إسرائيل الذي انكشف على حقيقته أمام العالم، هذه من أول يوم، وبيستشهد بيستشهد بمحكمة لاهاي. نعم. بيستشهد أيضا بالسوشيال ميديا، وهذه نعم. الحملة اللي بالعالم كله مش عم يعني واضح أنه في تعاطف كبير مع القضية الفلسطينية. هو يقول توماس فريدمان انه الحل، يقترح على بلينكن تسويق هذا الحل او الـ يعني العمل بجديه، انه لابد من اقناع بنيامين نتنياهو او الحكومه الاسرائيليه بحل الدولتين. بيقول، اسمحي لي بدقيقه بس، حل من وجهه نظره، اذا وجدنا شريك فلسطيني يقتنع بحل الدولتين بيسحب الذرائع من ايران حسب وجهه نظره، لانه ايران مشروعية إيران وتدخلها بالساحات العربية ودعمها للمقاومة بحجة برجع بقول كلام إنه القضية الفلسطينية، فهذه الذريعة تسحب. وبيقول أيضا تنتهي الحرب في غزة وبنعمل منطقة، يعني المنطقة كلها بتروح على استقرار، وبيكون هذه أيضا مادة، لأنه العرب السعودية وأكثر من دولة عربية ربطت التطبيع مع العدو الإسرائيلي بمسألة الاعتراف بالحق الفلسطيني بدولة له. فاللي بدي أقوله، الاغتيالات الإسرائيلية صح مؤلمة، صح عم تستهدف شخصيات وقادة، وصح تترك أثر، ولكن أيضا المقاومة في لبنان، عم نحكي عن لبنان، نعم. ما تفعله في على طول الجبهة الإسرائيليون لا يستطيعون تحمله، وبدأ الكلام فقدان الثقة من أول يوم، واليوم عم يتراكم أكثر وأكثر من المستوطنين باتجاه الجيش وباتجاه القادة الأمنيين الإسرائيليين وباتجاه كل هذه المنظومة. اليوم معاريف بتقول قبل 2000 كنا عاملين 24 كيلومتر حزام أمني داخل لبنان، اليوم الحزام داخل فلسطين المحتلة. فهذه ما حدا بالآخر، هذه حرب فيها خسائر، هذه حرب فيها أثمان، هذه حرب فيها دم ندفعه من أجل درء الخطر الأكبر على لبنان. لا نريد رواند لكل هؤلاء، لا نريد أن نرى في بيروت وفي كل المناطق اللبنانية ما رأيناه في غزة.
هيدا رح نرجع نحكي فيه، ولكن بدي انطلق من قصة الوضع في داخل العدو الإسرائيلي. يعني صحيح منه بخير أبدا، وهناك كتير مشاكل بالداخل الإسرائيلي، وتحديدا أنه مبارح جالانت حاول يقتحم مكتب نتنياهو، وعم نشوف كمان أهالي الأسرى كيف عم يكونوا صوت عالي بوجه الحكومة. ولكن البعض يقول بهذه الاستهدافات الخاسرة الأضعف هي لبنان، كرمال هيك الإسرائيلي عم يتوفق باستهداف القيادات في الداخل اللبناني اللي ما قدر يحققوا بفلسطين. هل فعليا الجبهة اللبنانية هي الخاسرة الأضعف بكل هذه الساحات اللي عم مين قال هيك؟ بعض الأفرقاء اللبنانيين. شو بدي فيه؟ مش هرد عليهم. خلينا نشوف الإسرائيليين شو عم يحكوا عن الجبهة اللبنانية، عن هذه الحرب اللي فتحت بإرادة لبنانية وابتداء من اللبنانيين ب 28، والتي جعلت الإسرائيلي يقف عند حده ولا يذهب إلى هذه الحرب، وأفقدته عنصر المباغتة وعنصر المفاجأة. وخلينا اليوم عم يحكوا عن 100,000 بالحد الأدنى، 100,000 مستوطن نزحوا من شمال لبنان. بيعرفوا الإسرائيليين جيدا ما معنى استهداف قاعدة ميرون، بيعرفوا جيدا ما معنى كل هذه الاستهدافات الدقيقة والمحسوبة والتي يحسبها حزب الله بالمليمتر، وأيضا توصل الرسائل المناسبة في المكان المناسب. صح بالنسبة لنا كحركات مقاومة، في الأشخاص إلهم حيز اعتباري، القائد أو المجاهد اللي صاروا فترة أو مدة في هذا العمل، في هذه بالآخر هذه بطبيعة إذا بدك الأيديولوجيا والتفكير والثقافة، صح بيترك أثر معنوي. ولكن مثلا أمس اغتيل قائد الاستخبارات بالحرس الثوري، اغتيل وعين مكانه فالمسألة اللي بدي أقوله، هذه الاغتيالات نعم لها أثر معنوي، ولا نعم مؤلمة ونعم قاسية، ولكن هل الجبهة، هل حزب الله لا يرد أو لا يقوم بالرد؟ نعم يقوم بالرد بما يؤذي الإسرائيلي. إذا كان المقاومة تؤذى من هذه اليد بالاغتيالات، حزب الله يعلم ما الذي يؤذي الإسرائيلي ومن أين يستطيع أن يعني يرد له الصاعصعين، وهذا يحدث بشكل يومي. اليوم عم بيقولوا الإسرائيليين، اليوم طلع أنه في قادة إسرائيليين ضباط كبار اقترحوا وقف الأعمال القتالية في جنوب لبنان ليومين، 48 ساعة، وبخلالها 48 ساعة إذا حزب الله بادر وأطلق النار نرجع نعمل ضربة قاسية أو ضربة كبيرة لجنوب لبنان. طب هذا على شو بدل؟ هذا لما صارت الجبهة الشمالية داخل الكيان الصهيوني بالإعلام الصهيوني هي الأكثر تركيزاً والأكثر اهتماماً، لأنه هناك حقيقة يراها الإسرائيليون جيداً، الإسرائيليون المعنيون بهذه المسألة. شو بدي باللبنانيين؟ الإسرائيليون يعلمون جيداً حجم الضرر الذي تقوم به أو تلحقه المقاومة اللبنانية بالعدو الإسرائيلي، ولولا ذلك ما كانوا طلبوا دعم أمريكا. ما الذي يمنع الحرب اليوم غير هذه القدرة؟ مهن لو عندنا القدرة على هزيمة المقاومة في لبنان كانوا بحاجة إلى دعم أمريكي وإلى ضوء أخضر أمريكي وإلى مساندة أمريكية. ما كشفه حزب الله، وهكلام مش كلام، يعني مش أسرار، هذا بصحفهم، هن تفاجأوا بحجم البنية التحتية التي يمتلكها حزب الله على الشريط، عم يحكوا على بمحاذاتهم تحت منخارهم، يعني هن عم بيقولوا هيك، وعندهم شكوك تكون تحتهم كمان، وهن عم بيقولوا هذا لا يساوي 5 أو 10% مما يمتلكه الحزب، وهن عم بيقولوا عم بيحاولوا يستفزوا الحزب أكثر ليكشف شيء من قدراته. ولكن حزب الله يدير هذه المعركة بحكمة وبعقلانية وبدراسة متأنية، ويعرف ماذا يريد ومتى يطلق ومتى لا يطلق وكيف يصيب وكيف لا يصيب. معتمد على الأمريكي حزب الله، وتحديدا أنه الموقف الأمريكي بسحب حاملات الطائرات والبوارج من البحر، هيدا أعطى إشارة أنه أمريكا أكيد لا تريد الحرب قولا وفعلا، لأن نحن كنا عم نقول بالأول أنه أمريكا عم بتقول ما بدها الحرب، ولكن بالمضمون البوارج هي لمساندة إسرائيل في هذه الحرب بوجه حزب الله تحديدا. اليوم من بعد ما تصرفت أمريكا بهذا التصرف، ومن بعد ما إجا هوكشتاين على لبنان، البعض يقول أنه هناك وحدة حال صار ما بين هوكشتاين وما بين حزب الله. هل يعتمد حزب الله على الكلمة الأمريكية بأنه إسرائيل لن تدخل في حرب في جنوب لبنان؟ خلينا نذكر باليوم، تاني يوم صحبت الأيزنهاور، تاني يوم اغتيل الشهيد العروري. صحيح، لأن بلشوا بالمرحلة الثالثة، لأنه عملوا ما تريده أمريكا. يعني هذه الحرب الأمنية والاغتيالات والعمليات الجراحية الدقيقة مثل ما يسموها هي مطلب الأمريكيين بعد فشل الجيش الإسرائيلي بتحقيق إنجاز عسكري ميداني فعلي على الأرض. هذه واحد. اثنين، لما يقول حزب الله والرئيس بري والفريق المقاومة في لبنان نحن لا نريد هذه الحرب،
ولا نريد هذه الحرب المفتوحة، ولا نريد أن نعطي نتنياهو حربا أو يعني يحقق أهدافه بتوقيته هو. ولكن إذا وقعت هذه الحرب رح نوقف متفرجين نتفرج عليهم، ولا رح نقاتل إلى آخر طلقة معنا. هذا اللي حيصير. الأمريكي لا يريد هذه الحرب ولا يريد التورط بحرب، لأنه بيعرف الحرب في لبنان يعني حرب في المنطقة. ولكن إذا وقعت هذه الحرب مش رح يساند الإسرائيليين، رح يتركون لحالهم بنفس الإطار. نعم، الذي يعتمد عليه لبنان هو قوة المقاومة، قوة ردع المقاومة، لأنه الإسرائيلي يعلم ما تملكه المقاومة من قدرات. لما بنعمل هذه المقارنة مش من باب بيحصل في غزة أسطورة، أسطورة بكل المقاييس، إن كان بالمعنى المقاوم وإن كان بالمعنى الاجتماعي والصبر والصمود وكل هالتفاصيل. ولكن حد يعني بالمعايير العسكرية، وهذا بده دليل إنه ما يملكه حزب الله هو أضعاف مضاعفة مما تملكه حماس في قطاع غزة، لأسباب العلاقة بالجغرافيا وبالديموغرافيا والعلاقة بغزة محاصرة، لبنان غير محاصر، في خطوط إمداد تصل إلى طهران، وكل هذه المسألة والكم والعدد والنوع واللي بدك إياه. فهذا الجيش الفاشل في غزة، هذا الجيش المنهك في غزة، هذا الجيش المتعب في غزة، هذا جيش المرضى النفسيين حسب اعترافاتهم هن عم بيقولوا واحد من كل ثلاثة إسرائيليين مش بس جاي بالجيش يحتاج إلى علاج نفسي، هذا بيجي قاتل ويعمل حرب وحده في لبنان؟ كرمال هيك قال لهم السيد يا هلا ومرحب. فالمتكل الاتكال بعد الله على المقاومة، لا على الأمريكيين ولا على غير الأمريكيين. الأمريكيون هن اللي عم يديروا هذه الحرب بغزة، صح اليوم في تباين هلا بنحكي عنه، بس لأنه هن فاصلين، الأمريكيين فاصلين، هن ما بدهم وقف إطلاق النار بغزة. وأساسا يعني عند بالمقرات اللبنانية وحتى بالتصريحات الأمريكية الرسمية من بيت الأبيض، من بايدن وغيرهم، من بلينكن، ما حدا بيقول وقف إطلاق النار بغزة. وبالتالي ليش؟ هن فاصلين الجبهتين. هل حزب الله ممكن أنه بيوم من الأيام أو بالمرحلة المقبلة أن يفصل هاتين الجبهتين بين لبنان وغزة؟ أكيد. لن تفصل هذه المسألة، مفرغ منها. هذا الكلام نقل عن زوار إزبري أمس أنه هذا الكلام من ضمن يعني صار في موقف رسمي من الحكومة اللبنانية لما الرئيس مئاتي تبنى هذا. ما في وحدة داخلية استاذ حسن، كان في بحرب تموز كان في وحدة داخلية؟ ليش قبل الاحتلال قبل التحرير كان في وحدة داخلية؟ بلا ما نضحك على بعض، في موقفين واضحين في لبنان، موقفان واضحان، في ناس مؤمنة بهذه المقاومة، مؤمنة بمشروع المقاومة، وفي ناس وهن قلة، وهن قلة بالشارع. مين أكثر من يتصدى إذا بدك؟ هذا مش من جانب الكتائب والقوات بالدرجة الأولى كقيادات عم بحكي. وأيضا جبران باسيل بطريقة أو بأخرى، مش بطريقة أو بأخرى، بالعكس هو عم بيقول لفصل هذه الجبهة عن جبهة غزة. ليه بطريقة أو بأخرى؟ كل الناس أولي ما أرى استطلاع الرأي اللي عمله معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وهن بيقولوا بالدراسة أنه تفاجأوا بالأرقام، بس رح أنه 54% من الفلسطينيين، من العفو 54% من المسيحيين يؤيدون المقاومة، أكثر متعاطفون مع حماس وبيعتبروا أن هذه معركة مشروعة. هل هذا الكلام، هذه المواقف من هؤلاء القادة الثلاثة تمثل حقيقة الشارع المسيحي؟ يعني أنا اللي بدي أقوله، الشارع السني اليوم وين؟ الشارع الدرزي وين؟ مع القضية الفلسطينية، مع هذه المعركة المفتوحة في جنوب لبنان. ما قاله الرئيس ميقاتي يعكس حقيقة النبض الشارع السني في لبنان، وما يقوله الوزير السابق وليد جنبلاط يعكس حقيقة النبض الدرزي في لبنان، وأيضا هذه الدراسات تعكس حقيقة النبض المسيحي في لبنان. فهذه المسألة بلا هذه الرهانات وهذه النصائح أصلا صارت يعني، خلينا نشوف أيضا قادة مسيحيين آخرين، قادة رأي مسيحيون ماذا يقولون. أنا اللي بدي أقوله، الداخل اللبناني صح في بعض اللبنانيين عم يعطوا مادة للإسرائيليين ليقولوا أنه في انقسام على هذه المعركة، في انقسام على هذه الحرب. في صار بالتاريخ أنه في حدا عم بيهددك بشكل مباشر ويومي ودائم، وأصلا عم يفاتح جبهة معك بالجنوب بجزء من بلدك، بتقول أنا بدي أعمل معه سلام. بس هني عم يعطوك حل، هني ما بدهم سلام مع إسرائيل، هني عم بيقولوا لك التزم بالقرار 1701. هذا ما يطلب، هذا ما طلبه الرئيس نبيل بري من هوكشتاين. مش إجا هوكشتاين على لبنان وطرح ما طرح؟ كان رد الرئيس بري يعني أكيد أنه في بعض الأمور، رد الرئيس بري بما يخص إسرائيل أنه فلتلتزم إسرائيل بال1701 لأنه ثنائي الشيعي هن بيعتبروا يعني ما قبل 27 يعني عم تحكي عنهم الأفريقا، إيه بعض الفرقاء الداخليين عم بيقولوا لك أنه أنت التزم بال1701 بتحرج الإسرائيلي وبالتالي ببطل يضرب على جنوب يعني لبنان وتفصل لبنان عما يجري بالمنطقة. عشان أفهم عليك أو عليهم لما. يعني بدهم نحن نلتزم وإسرائيل لا؟
ما هو انت بلش من حالك، هيك هن بيعتبروا. طيب 1701 لكل اللبنانيين بقراء يعني بنص 1701. هلا في اشكال اذا بدك، ولكن يبنى يمكن يفهم منه انه مزارع شبعة من ضمن هذا القرار. ببلش بالبي 1 ان تنسحب اسرائيل من نقطه بي 1 اللي بالناقوره، نعم، وبتتعالج 13 نقطه الخلافيه اللي صار 6 او 7 منهم اصلا معترفين فيهم انهم، نعم، لبنانيه، وبنروح على قريه الغجر او الماري ومزارع شبعة وكل هذه وكل هذه النقاط، واللي لمح له السيد حسن نصر الله لما قال فرصه لتحرير، صحيح، كل الاراضي اللبنانيه. ليش ما بيطالبوا؟ مازال هن سياديين، هودي مش ارض لبنانيه، هي مش نقاط لبنانيه، هن احسن حدا يفكر نقاط، هن مناطق يعني، هودي مش لبنانيه، بدهم نحن نلتزم، يعني نرجع لقاعدة بالأطر الدبلوماسية برأيون تسترد هذه الأراضي. مش ضروري. ليش من 17 سنة ما تحققت؟ ماش الجزء الشمالي من قرية الغجر ما كان محتل قبل 2006. ليش من 2006 ل يعني 17 سنة، من 2006 ل 2023 ل 6 تشرين 2023 لم تثمر الآليات الدبلوماسية بإجبار إسرائيل على التراجع؟ علما أنه المقاومة التزمت ب 1701 لأنه بالنص عدم وجود مظاهر مسلحة بجنوب الليطاني. حدا كان يشوف مظاهر مسلحة؟ اليونيفيل والجيش اللبناني مش منتشرين بجنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة؟ إذا هؤلاء اللبنانيون بدهم هيك، طب ما الأمريكاني مش قبلن هيك، ما الأمريكاني جاي يفاوض كيف بنلاقي الآلية عشان نطبق كل 1701؟ ما هو كشتاين إجا قالهم قبل 27، قبل عملية طوفان الأقصى إجا طرحهم. فالالتزام بال 1701 بيكون التزام متوازي من الجانبين، موقف لبنان موقف المقاومة اللي قالوا برجع بقول لك رئيس نبيهوري، واللي قالوا سيد حسن نصر الله، نحن ملتزمون بتطبيق 1701 ولكن بكل مندرجاته وكل بنوده ومن الطرفين. مش نحن بنلتزم ومنراهن على شو، بس هون في شيء كثير اساسي وضروري. قال جالنت على اخلاقيات الجيش الاسرائيلي انه هو الجيش الاكثر اخلاقيه في العالم. بس هون في اشياء، في شيء كثير ضروري من ضمن مندرجات ال 1701. هل حزب الله مستعد ان ينسحب الى شمال الليطاني؟ ما هيدي من ضمن مندرجات ال 1701. يعني هودي اولاد عمي مثلا وقرايبنا اللي بضيعتنا مثلا، هودي اللي بالحزب شو بروح بيسكنوا برا يعني؟ انه مين حزب الله؟ مين المقاومه؟ يعني هذا كلام، هذا كلام بلا طعم. الالتزام بال 1701 معناه انه عدم وجود مظاهر مسلحه في جنوب نهر الليطاني او على طول الحدود او بهذا العمق اللي عم يحكوا عنه. هذا ملتزم به، الاسرائيلي بيعرف هيك والامريكي بيعرف هيك. الاسرائيلي لا يريد الانسحاب من مزارع شبعة. هذا المساله اذا بدك. بس يقال انه هوكشتاين استبعد مزارع شبعة من طرحه. اوكي، نحن بنستبعد التطبيق الالتزام 1701 من طرحنا. طيب. مزارع شبعة أنا من هذا السؤال بدي أسألك. مزارع شبعة لبنانية أكيد ما في، ما في، ما في شك بهذا الموضوع عندي وعندك، بس عند بعض اللبنانيين بيقولوا روح يعني حل هذا الموضوع مع السوري وتع رجع احكيني بلبنانية. لا، يطلع منا الإسرائيلي ومنحلها نحن والسوري، يطلع منا الإسرائيلي. والأمين العام السابق للأمم المتحدة اقترح أنه بيطلع منا الإسرائيلي وحط فيها الأمم المتحدة وقبل لبنان. إسرائيل ما قبلت، صحيح، هذا بال 2006 بهذه المفاوضات. فإذا لبنان مرن بهذه المسألة، يعني مستعد انه يسلمها للامم المتحده شرط ان تخرج منها اسرائيل، وعلما انه السوريين مقدمين ورقه يعني. بس شو بدك بهالتخبيص اللبناني او الكذب بعض اللبنانيين يعني. طيب بس بموضوع هوكشتاين تحديدا، ماذا قدم للرئيس بري؟ لان طلع حكي كثير استاذ حسن انه في طروحات، والبعض يقول انه ما قدم شيء جديد. شو راح عمل يعني؟ هيدي جولته اللي اجى فيها لهون، شو قدم؟ انا لكون انا ما بحب اقول ما يطلبه المستمعون. انا بحب اكون واقعي واحكي الامور الدقيقه. في كلام حصل بين هوكشتاين والمسؤولين اللبنانيين لم يكشف عنه بشكل يعني بشكل صريح. تفصيلي مش قصة صريح، بشكل تفصيلي، لانه بالاخر هذا باب تفاوض. هوكشتاين كل مثلا اللي قاله رئيس بري لا صحفيين ولا زواره انه هوكشتاين قدم افكار، ما قدم طرح او مبادره واضحه او متكامله، طرح افكار، عصف ذهني اذا بدك، ماذا يمكن، كيف يمكن ان ننهي هذه المساله، كيف يمكن ان نحل هذه المشكله. والرئيس بري قال، وانا كتبتها باللواء بعنوان عريض، انه هوكشتاين ربط بين غزه ولبنان، لانه وقتها قال الرئيس بري نقل عنه انه حتى هوكشتاين كان عم يحكي عن طرح، يعني الافكار اللي عم يطرحها بالتوازي، الحل بيكون شامل بالمنطقة كلها، ببلش بغزة وبيخلص بلبنان، أو يعني بالتوازي بين كل هذه الساحات. الفكرة كلها يعني ما يريده هوكشتاين
بالأساس يعني ما يرغب به ما يحبه أنه يضمن أمن إسرائيل وأنه يعيد النازحين الإسرائيليين إلى الشمال. لا قلبوا على لبنان ولا قلبوا علينا، هم وكل الأمريكيين وكل الغرب، وهذا بدوش دليل. صار لبنان لديه الكثير من أوراق القوة ليفاوض بها وعليها، وليس وهؤلاء الذين يحاولون إظهار الضعف اللبناني يستحوا على حالهم، يستحوا على وطنيتهم. هذه أوراق القوة هل ممكن أن تلامس حد المقايضة ما بين الحل الدبلوماسي اللي ممكن أن يرسو بالمرحلة المقبلة وما بين رئاسة الجمهورية؟ لأن هيدي كمان حط فيتو عليها حليف الثنائي اللي هو الوزير جبران باسيل. هل يمكن مين عم بقول أن هذا تكون الوزير جبران باسيل؟ مش ملاحظة أنه هن هؤلاء مين حكي عن المقايضة؟ أوكي مين؟ الوزير جبران باسيل قبله، مش طلع بإحدى الصحف وحتى الدكتور جعجع قالها. طيب بس انه انا اللي عم اقوله يعني انتوا هؤلاء يعني لحظه، ناس بتروح للحلف، يعني مين الاكثر مصداقيه اللي بيعرف جو هذه محور الممانعه مثلا؟ بيقولوا عندك الوزير جبران باسيل لانه حليفكم. طب اذا حليفكم كشف المستور وقال انه المقايضه لن تمر من خلاله، شو يعني؟ اول شيء انا بالنسبه لي الحليف هو اللي مع المقاومه. انا بالنسبه لرايي الشخصي كل من يسيء إلى المقاومة أو يعني بيعمل موقف يؤثر على المقاومة أنا بالنسبة لي مش حليف. واحد الوزير جبران باسيل عم بيسيء للمقاومة أو يعمل موقف ضد المقاومة؟ رح أقول لك قصة الحليف. أول امبارح ناجي حايك، دكتور ناجي حايك اللي هو نائب رئيس التيار، مش هيك؟ هلا بطل ناشط سياسي بالتيار، صار نائب رئيس التيار الوطني الحر، بمقابلة مع أحد زملائك عم بيسألوا عن الحلف فعن التفاهم أو عن التحالف مع حزب الله، فاستنكر واستعاب قال نحن مش حلف معه، هذا الحلف انتهى. نحن عم بيقول نحن وانا عم بقال انا عم بحكي باسم التيار الوطني الحر. طيب امبارح الوزير جبران باسيل قال التعاون متقطع، خلينا لو سمحت يعني، وقال علاقتنا بحزب الله مثل علاقتنا مع اي فصيل مع اي تنظيم سياسي لبناني اخر، نتفق على اشياء ونختلف على اشياء. فاذا هن طلعوا من هذا الحلف، في واحد بلش من هون. انا اللي عم حاول اقوله على اكبر بمعزل عن جبران باسيل او سمير جعجع او سامي جميل محافظ الالقاب للكل، انا عم بقول اللي عم بيطرح فكره المقايضه هن هؤلاء اللي هن خايفين من حليفهم الامريكي يعمل مقايضه مع المقاومه، علما انه انا بعتذر دائما عم بقول هيك بس لاقول نقلت عن الرئيس بري. ما هو لما سئل هذا السؤال انه اول ما اجى هوكشتاين كمان طلعت مقالات وتحليلات انه اجى قال لهم خذوا سيمان فرنجي رئيس جمهوريه ووقفوا هذه الحرب، مش هيك؟ قال نعم. قال الرئيس بري حرفا ونصا وحرفا ما من بادل شبر من الجنوب او متر من جنوب لبنان بكل المناصب بالدوله اللبنانيه، وهذا غير قابل للنقاش، وهذا غير قابل، وهذا مش لن يطرح معنا ولا نقبل لاحد ان يطرحه معنا هذا الموقف. إذا هن خايفين الأمريكيين يبيعون هن حرين، هذه مشكلتهم. أوكي. أنا اللي بدي أقوله هذه المقاومة عندها أولويات، فريق المقاومة بلبنان أولويته وقف هذه الحرب، وقف هذه المجزرة في غزة، وقف هذه الحرب في جنوب لبنان، وأولويته الثانية تحرير كامل النقاط اللبنانية، كامل الأرض اللبنانية، من بعدين منروح على مطرح ما بدهم بالسياسة. بموضوع بس بعد في نقطة بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، طب من كم يوم مش قال الرئيس نبيه بري انه في مرشح وحيد جدي اسمه سليمان فرنجية؟ مين اللي بيكون ما بده؟ مين اللي بيكون عم بيعطل؟ نحكي بهذا الموضوع لانه بعد اخذوا بسلبية، بعد اخذوا بسلبية على انه الرئيس بري بعده مصر على فرض سليمان فرنجية على الرغم من عدم حظوظ وصوله الى رئاسة الجمهورية. بس يعني هي الفكرة شو يعني فرضه؟ يعني اذا انا عندي مرشح يعني بعده مصر على مرشح وحيد، ايه بكون عم بفرضه؟ يعني الغى جوزيف عون، الغى جهاد ازعور، ما اسمه مطروح، مين رشح؟ بده تعديل السوري ولا لا؟ طيب اوكي بس هو منه مرشح هلا مطروح، طلعت كتله نيابيه او كتل نيابيه قالوا مرشحنا جوزيف عون، تعال ننزل على الجلسه. طيب خلي جوزيف عون، خلينا طيب خلي جوزيف عون نرد على هذه الافتراءات، لانه البعض يقول انه النفس الخماسيه هي رح احكي عن الخماسيه، ما تخليني استبق المواضيع. طب على القليله الغى جهاد ازعور، ما جهاد ازعور اخذ ليش جبران باسيل هلا كم مره قال معش انه هي لمره واحده كانت جملات بعده مع جهاد ازعور؟ يعني هن اللي تقاطعوا على جهاد ازعور بعدهم هن لشو جهاد ازعور مرشح؟ لا هو بعده مرشح، ما هن كم مره بعد. لا مش مزبوط، عم بينقلوا عم ينقلوا عنه انه هو شال الفكره من راسه لانه كان اكتشف بعدين. يعني ما كنا دائما نقول انه هذه عم بيحاولوا يحرقوا في سليمان فرنجي، هن رجعوا قالوهم اليوم لما قاله الرئيس نبيه بري هو توصيف دقيق للواقع، في مرشح جدي وحقيقي ومعلن اسمه سليمان فرنجي، ما في مرشح ثاني. فهؤلاء كلهم حقهم يرشحوا مين ما بدهم وحقهم يدعوا مين، بس يطلعوا يقولوا مين مرشحهم. بتتذكر قبل 14 حزيران
قبل ما يعلن التقاطع، مش كان في أخذ ورد وبيقبل صحيح. جبران باسيل أو ما بيقبل جعجع وإلى آخره، مش كان عم ينقال إنه الرئيس بريش كان عم بيقول إذا اتفقوا على مرشح جدي نحن منروح على نعلن جلسة. لما أعلنوا عن مرشح عن تقاطع على جهاد أزهور أعلن الرئيس بريش عن جلسة، صح ولا لا؟ صح. فإذن بس شو النفع إذا رجعوا؟ ما هن بيقولوا لك إنه طيب المرجلة أنك تستمر بهذه الجلسات المتتالية، مش أنه توصل تحدد جلسة وفريقك يظهر من الجلسة ويفرض النصاب. المرجلة يبقوا على موقف، المرجلة ياخدوا موقف يبقوا عليه، المرجلة عن جد يكون عندهم قناعة بمرشح، المرجلة عن جد عندهم قناعة بمشروع. شو مشروع عندهم؟ بعدك عم تحكيني القوات اللبنانية وتيار الوطن الحر تقاطعوا، مش هيك؟ طب لو نجح جهاد أزهور، على افتراضا صار ورانا بس عم لبعض الجمهور، لو نجح جهاد أزهور مشروع مين بده يطبق؟ مشروع التيار الوطني الحر ولا مشروع القوات اللبنانيه؟ المرجل يا رواند هو قراءه الواقع والتعامل بواقعيه مع الواقع اللبناني وتعقيداته، وهلا اضافت عليها اكثر التعقيدات الاقليميه اللي وبالمنطقه اللي عم تصير. كل الكلام الاخر هو كلام خارج الصحن. وتحيه لصدق الوزير جملات امبارح لما حكى عن هذه المعركة الطويلة، ولما قال انه موضوع الرئاسة ما في شيء بالأفق، ايضا نقل امس عن اكثر من مرجعية سياسية، ما في شيء حقيقي، كل اللي عم ينحكى بالصحف هو كلام تحليلات وتخمينات. طيب. ولكن بالواقع ما في شيء مستجد، حتى عودة هوكشتاين كمان ما في شيء. ليه ما في شيء؟ ما طلب موعد من حدا، ما في شيء جد. هوكشتاين الى اليوم لم يطلب اي موعد، اجى عمل هذا اللقاء، عمله قبل بتل ابيب وبعد اسبوع اجى على لبنان، جمع افكار وراح. هلا عم بيناقشوا مع ادارته، عم بيعمل صيغه، عم بمخمخ هلا كيف الفكره تطلع معه، موضوع ثاني. ولكن هوكشتاين لم يحدد زياره جديده ولم يتكلم مع احد انه عائد الى لبنان. طيب بس ليه يقال انه هوكشتاين صار المدلل للجنه الخماسيه وحتى موضوع الرئاسه صار بايد هوكشتاين؟ لأنه هؤلاء يبنون على فرضيات صار لهم 40 سنة بيبنوا عليها بتطلق خاطئة، ومن قبل 40 سنة كمان بنوا عليها وروحوا لبنان. هيك أنا لما أسمعهم صدقاً بتذكر الإمام موسى الصدر لما قال لهم من 50 سنة اعدلوا قبل أن تبحثوا عن وطنكم في مزابل التاريخ، نفس العقلية بعد حاكمة عند البعض. وهؤلاء منعدل شوية، عقلوا قبل أن تبحثوا عن دوركم في مزابل التاريخ. هؤلاء فقدوا دورهم. مين هؤلاء؟ هؤلاء اللي عم بيحكوا هذه الطروح اني هودي اللي عم بيحكوا هذه الطروحات الخياليه، اللي عم بيبهوا عم بيبنوا احلام على اوهام، اللي عم بيبيعوا جمهورهم، عم بيخدروا بعض جمهورهم، اللي عم بيكذبوا على اللبنانيين، اللي عم بيزوروا الحقائق والوقائع، اللي عم بيشمتوا للاسف ببعض يعني هلا مش احكي انا بديش احكي كثير فيهم لانه عيب، بس انا اللي بدي اقوله كل هذه الطروحات اللي عم تحكي عنها اللي عم تنقليها حضرتك وين الى مصداق واقعي؟ وين؟ كيف يعني الموضوع الرئاسة بيد هوكشتاين؟ لما برجع بقول لك لما حدا سأل الرئيس بري وقال له ما هذا غير قابل للنقاش. وهذه أنت سيد حسن نصر الله كم مرة طلع قال موضوع رئاسة الجمهورية موضوع سياسي داخلي، نحن المقاومة شايفين أسمى وأرقى وأعلى من كل الموضوعات الداخلية. وأنا يمكن مرة معك قلت أنا هذه وجهة نظري الشخصية، أنا أخطأ الثنائي من 2000 لليوم بأنه لم يستثمروا الانتصارات في الداخل. طيب بس هيدا التحذير امبارح فضحه الوزير جبران باسيل لما قال أنه وصلت له الرسائل أنه أمشي بسليمان فرنجية وإلا بتظهر أنت من الحكم. طيب مرة قال يعني هيدا مرة نقل عنه هيدا واحد مرة نقل عنه واحد أنه الرئيس بري طلب قال له بعطيك ورقة مكتوبة، يعني باسيل قايل لأحدهم بعطيك ورقة مكتوبة يعني ضمانة أنه بعد 6 سنين أنت رئيس جمهورية. ها كلام كذب، ها لم يحصل، يعني عم بحكيك معلومات. ولما سئل الرئيس بري قال كان أنا كاتب عدل اللي عمل له تفويض برئاسة جمهورية. طب سئل الرئيس بري عن مواقف باسيل بالأمس؟ لأن كانوا مواقفه بالأمس موجهين بشكل مباشر للثنائي الشيعي. الثنائي الشيعي هلأ مش فاتح بازار سياسي، وما يعرضه باسيل ليس للبيع ولا للشراء. هذا كان رد الرئيس. لا هلا انا عم بقول ما الوزير باسيل كلامه امبارح خارج الزمان، برجع بقول لك وخارج المكان اللي عم نعيشه نحن، اولويه الثنائي الشيعي اليوم مع برجع بقول هلا احسن حدا يحمل علينا اولويه الثنائي الشيعي مساله الجبهه في جنوب لبنان وعدم يعني عدم اعطاء نتنياهو الذريعه لتدمير لبنان. واحد، اثنين،
الثنائي الشيعي الثنائي الوطني من اليوم الأول لهذه الحرب وقبل، مستعد لكل اللي راح عمل رئيس بري لما طرح المبادرة الأخيرة، 7 أيام حوار الحد الأقصى اللي له، ورجع لما سئل قال إذا من أول يوم وثاني يوم شفت إنه الأفق مسدود بروح بدعي لجلسة مفتوحة. هذا بيكون عم بيعطل، هذا بيكون ما بده ينتخب رئيس جمهورية، هذا بيكون عم بيعطل المسارات. نرجع للأصل، الأصل هؤلاء مفلسون سياسيا وحاسين بغياب الدور وحاسين إنه اللي معاش بالمشهد. رح سلم مرة عندك على هذه الطاولة، قلت لك بعد الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون بده يكون التيار الوطني الحر بمكان آخر، طلعوا أوصوا علينا وسبولنا للأسف بعد حلفائنا والتيار الوطني الحر. جبران باسيل كان شايف هذا التحالف قديش بيقدر يعطيه بالسلطة، بيني هذا التحالف على نظرية وعم بيقولها بطريقة أو بأخرى إنه أنا بتعطوني كل شيء بالداخل مقابل إنه أنا بضلني بقول المقاومة والمقاومة. لما إجا حزب الله بالآخر إنه في مرشح آخر مقتنعون به، طلع هلا صار بده كل نغمته بده يغني لنا للسلام. طيب بس أنا رح سلم معك، عم بتقول مفلسون بالسياسة، رح سلم معك جدل بهذا الموضوع. طب وبالتالي أنتم بدكم أصواتكم، حتى لو هن مفلسين بدكم أصواتكم، بدكم أصواتهم اللي مبارح قالكم إياها بوضوح الوزير جبران باسيل، لن تأخذوا أصواتي لمرشحكم. بلا وبلا أصواته إذا كان المرشح ما بعرف لي حاسة هذا كلام الرئيس بري. ما بعرف أنا اليوم هذا الابتزاز اللي كان عم بيمارسه الوزير باسيل بأكثر من ملف. برأيك حزب الله من فترة مش طلع منه؟ من وقت الوافق على عقد الجلسات الحكومة الأولى واللي وقتها طلع الوزير جبران باسيل وأساء الشخصي، عم براعي خاطر التيار، والدليل أنه انسحابه من مجلس النواب ورجع بعدين أنه رسخ التمديد لقائد الجيش، بس أنه ضرب على الحافر ضرب على المسمار. حزب الله ما بده يستفز حدا ولا عنده هواية الاستفزاز، وخصوصا بهذه الظروف الدقيقة، ولكن بالمصلحة أمام المصلحة الوطنية اللي كانت تقتضي التمديد لقائد الجيش لاعتبارات عشان ما نروح على فراغ بالمؤسسة، لا، كان هذه المصلحة أولى وأعلى من كل الاعتبارات الأخرى. وهلأ مصلحة المقاومة ومصلحة أمن لبنان ومصلحة إذا بدك هاي التضحيات اللي تقدمت على مدى 50 سنة وأكثر في لبنان وهي الإنجازات اللي تراكمت، هذه مصلحة عليا مش هيفرض فيها الثنائي كرمال حدا. ومسألة رئاسة الجمهورية اللي حتى لا يحمل علينا الكلام برجع بقول لك أساسية وضرورية ومهمة، وجاهزون للذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية عندما يجهز الآخرون. هن حدا بيعمل لك تويت وحدا بيعمل لك مقابلة وحدا بيعمل لك تصريح، عملوا شيء جدي؟ عملوا شيء فعلي؟ رشحوا حدا؟ قدموا مبادرة للطلاق؟ بيقولوا لك إذا هلأ اليوم حدد جلسة الرئيس بري نحن تقاطعنا على جهاد أزعور بعده مستمر. مش صح. وبآخر مقابلة مش صحفية، آخر مقابلة متلفزة للوزير جبران باسيل قال أنا بعدني ماشي بجهاد أزعور، هل الآخرين بعده؟ الوزير جملات رأيه هيك؟ ما بعرف. ما قال مش هيك، ما قالوا أنه هذا التقاطع انتهى. لجبران باسيل قبل بمرة بإحدى القنوات اللبنانية مش قال أنه هذا التقاطع انتهى أو بهالمعنى؟ يعني بس بدهم انتهى بس بدهم برجعوا، يعني ما نعرف اي موقف. ما عشان هيك قلت لي قبل شوي، قلت لك الشجاعه انه يبقوا على موقف، انه يكون في موقف واضح يبقوا عليه لنبني عليه. طيب بس ما كمان لما نتخبى بخيال اصبعنا كل هذه الحركات وهيدي اللي انتم عم بتقولوا انه مش ثابتين على موقف، الهدف منا واحد، جر حزب الله للتشاور مع الوزير جبران باسيل للاتفاق على مرشح ثالث، وهو قال انه انا عندي الكثير من الاسئله. طيب مع حزب الله هل سيقابل حزب الله هذه الخطوه بايجابيه؟ نعم. اللي هي شو؟ انه يروح حزب الله يتشاور مع الوزير جبران باسيل للاتفاق على مرشح ثالث. ما طلبوا منه باللقاء الاربعاء الشهير بين السيد حسن نصر الله والوزير باسيل اللي طلع سربه الرئيس الوزير باسيل. لا مش كانه مش السيد حسن نصر الله فتح الباب من اجل النقاش بموضوع رئاسه الجمهوريه؟ مين اللي سكر النقاش؟ مين اللي طلع افصح؟ مش اول مره بيطلع بشكل رسمي اذا بدك عن مسؤول لبناني انه حزب الله بده سلام فرنجيه كان الوزير جبران باسيل؟ وهذا على اساس لقاء
بين حلفاء لقاء داخلي بغرفة مغلقة. ترشح. طيب هلأ وصلنا لطريق ما عم نقدر نوصل سليمان فرنجية للرئاسي لا بال 65 صوت ولا بنصاب الجلسة، وبالتالي عم براهن على هيدا الوقت لكرمال حزب الله يلاقي انه ما بقى في مجال لإيصال مرشح، وبالتالي يعني اقل الشرور لحزب الله انه يروح يتحالف مع حليفه المفترض استراتيجيا اللي هو التيار الوطني الحر ويوصله رئيس قريب من المقاومة على حساب مرشح. من هو الرئيس القريب من المقاومة؟ في اسماء عند الوزير جبران باسيل. مثل مين؟ ما بعرف. ما طلبوا منه اسماء، ما بيعطي اسماء. مين خلي يقول لي مين؟ جبران باسيل مرشح وجبران باسيل. هلا يقال انه الوزير جبران باسيل وافق مع القطري على الياس البيسري، ممكن يكون اسم مطلع. ويقال ايضا انه القطري مشي بهذا الاسم ولكن لقى طريق مسدود من شركائه بالخماسية وطلع منه ورجع. اذا قصد يقال. بعدين السؤال الأساسي بنرجع لأصل الموضوع، في استعصاء حدا ناكره؟ نحن بنعرف كل لبنان بيعرفوا أنه في استعصاء بمسألة هذا اللي بيسموه التعادل السلبي. الرئيس بري قدم مبادرة طرح أنه اللي كسر هذا الجمود بنروح على الحوار. الرئيس بري ما حط ولا شرط على الحوار وحتى بالنقاش بالأسماء. مين يعني إذا بدي أقول ما في حدا عم يطرح بديل، عم يطرح حل. ليه أنت بدك تاخذني على اتفاق جانبي ثنائي أو ثلاثي وأنا أعمل لك تعال نعمل اتفاق وطني تعكلنا نقعد؟ لأنه منه دستوري بيقولوا لك هيدا الحال. الدستور منه ناصص على أنه انتخاب رئيس الجمهورية يسبق حوار وطني. الدستور كيف؟ روح على اللعبة الديمقراطية، انتخب واللي بيربح بيربح. رحنا 14 مرة أو 12 ما بعرف على اللعبة الديمقراطية وما حدا رح يربح لأنه في هذا الأفق المسدود. ليش تدخلوا الخمس دول كرمال شو؟ الدستور كيف انعمل؟ بس لحظة الدستور كيف انعمل؟ مش بالحوار؟ صحيح. هل صار الحوار عفوا شوي بهيك بمنطق إذا بدك بلدي هيك على إنه سبعة أيام استكثروا يقعدوا مع بعضهم اللبنانيين قبل برجع شيلي لي 27 قبل 27 لما بلد منهار اقتصاديا والأفق السياسي مسدود وفي كل هذه المشاكل المتراكمة من 30 سنة هن قالوا انفجرت ب 17-20 وكملت استكثروا على بعضهم يقعدوا يتحدثوا بين بعضهم يحكوا بين بعضهم سبعة أيام. طب ايش صاروا الشغل هذا؟ هن استكثروا اعطاء الدور للرئيس نبيه بري لان بالنهايه هيدا الموضوع لانه صلاحياته وفي خصوم للرئيس بري بالداخل اللبناني ما راح يعطي الورقه. حدا غيره دعا لحوار؟ يعني اجى شي مسؤول لبناني الرئيس مئاتي مثلا دعا لحوار وما لبوش الثنائي؟ بس ما هي صلاحيه رئيس الجمهوريه. شو هي صلاحيه كمسيحيه بيقولوا لك يعني اجراء الحوار الوطني؟ دعا مرة الرئيس عون من استجاب الثنائي وبس ولا حدا تالي آخر مرة بآخر عهده ضعف لأنه طيب ولا حدا استجاب إلا الثنائي. فهذا اللي عم بيستجيب بس ادعوا له للحوار وهو اللي عم بيدعي. مين في عند مين في شخصية أو يعني موقع رئاسة مكتمل المواصفات اليوم غير رئيس مجلس النواب؟ لا بس البطرك اليوم إنه هذا المجلس قال هذا المجلس فاقد لحق التشريع وبالتالي هو يعني هيدي الجملة لحالها كيف شرعوا بتقول إنه هذا المجلس صحيح إنه هو الشرعي الوحيد ولكن ضمنيا منه شرعي. كيف شرعوا؟ لأنه في يعني مناصب. كيف الجلسة الأخيرة لقائد الجيش؟ شو هذه غير شرعية يعني؟ يعني هلأ قائد الجيش غير شرعي؟ هون في مصلحة دولة عظمى. إيه. وشو يعني يعني هو عم بشرع رئيس بري شو هلأ؟ يعني أول يعني شو رئيس بري؟ المجلس هلأ عم بيقول الرئيس بري نظريته فلسفته فهمه للدستور إنه بالآخر في سلطة يجب أن تحكم، في أمور وشؤون ناس يجب أن تسير. إذا المجلس النواب ما بحق له يشرع والحكومة ما بحق لها تجتمع، مش هذا مبدأهم كلهم؟ نعم. إيه شو بنعمل؟ نقعد بالشارع كلنا يعني كل وقت نعمل جلسات متتالية هيك هن بمبدأ عملنا جلسات نعمل جلسات متتالية. إذا ما فقدت الجلسة النصاب بيصير في حوار داخلي بين الكتل داخل الجلسة وممكن قد ينتج ممكن وقد هذا الحوار وربما ولعل والعسى مش هيك؟ طيب هذا رأي. الرأي الآخر عم بيقول بظل هالانقسام كله بلبنان بظل هذه الانقسامات العمودية لا يجوز أن نروح ننتخب رئيس جمهورية كيفما كان لأنه هذا بيعمل يمكن بيؤدي لصدام حقيقي بين اللبنانيين. طيب البعض عم بحذركم بيقولوا ليه بدكم تروحوا على جلسات متتالية تحت عصا العقوبات الأمريكية الأوروبية والعربية لأن اليوم اللجنة الخماسية في بعض الجو كان ببيان الأول نص ببيان المكتوب على إجراءات قد تتخذ بحق من يعطل الانتخابات. ليش بتتخذوها؟ هلأ يمكن يفعلوها صرنا بالشغل قداسين ونص ولا أكثر
لا ما أخذوه. طيب هذا في موقف تحدي للخماسية، هل الثنائي الشيعي يتحدى الخماسية؟ بشو؟ يعني في الثنائي الشيعي عم بيقول لك أنا مستعد، أنا عندي مرشح وأنا داعي للحوار. لما إجا لودريان أول ما إجا آخر مرة مش طلع من عين التاني عم يبارك فكرة الرئيس بري والحوار؟ مين ممثل الخماسية؟ مش لودريان؟ صحيح. رجع لما رجع عنده يعني بنفس الزيارة يعني بزيارة الوداع، ما هو أول شيء رح لعنده وقبل ما يفل المرأة لعنده قال له إذا بنغير كلمة حوار بنعمل لها تشاور، قال له اعمل اللي بدك إياه بس يجوا لنتفاهم على انتخاب، على آلية لانتخاب رئيس الجمهورية. وين عم يتحدوا؟ بعدين مين بيحق له أي دولة بالعالم، كان أمريكا أو غيره؟ في دستور في لبنان، رئيس مجلس النواب بحق له تعيين، هو له حق دستوري، هو بيعين جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لا النائب الفلاني ولا السفير الفلاني ولا مش عارف مين ولا المبعوث الفلاني. بموضوع العقوبات، وين أثمرت العقوبات؟ على مين؟ يعني أيمتى هدد بالعقوبات وكان إلى أثر؟ أيمتى؟ بعدين هؤلاء اللي عم بيهددوا بالعقوبات هؤلاء سياديين مش عارف؟ يعني هن عم بيقولوا أو المبسوطين بالعقوبات، هن بيحبوا السيادة الوطنية، هن مع أنه حدا يهدد مسؤول لبناني أو رئيس لبناني أو اللي بدك إياه شخصية لبنانية بالعقوبات، هذا مش خارق للسيادة؟ يعني مفهوم السيادة؟ بس هن بيعتبروا أنه طيب الرئيس بري حاطط المفتاح، مفتاح المجلس بجيبته، وهذا شيء كمان غير دستوري، بلكي بالجرور من قلبه، وبالتالي يمكن تهديد الخماسية قد يدفع الرئيس بري لعقد جلسة. والبعض يقول بأنه الرئيس بري قال أنه بعد اللجنة الخماسية، بعد انعقاد جلسة للجنة الخماسية أو لقاء لهم، سيسير بتحديد جلسة لانتخاب الرئيس. خليني أوضح شيء، موضوع الرئيس بري والمفتاح بجيبته، الرئيس بري قامة وطنية الكل بيشهد له انه هيك، وفي ظروف بالبلد هو يقدر وبيعرف وحقه الدستوري برجع بقول يحدد جلسة او لا يحدد جلسة، علما انه مثل ما قلنا قبل شوي في 12 جلسة عقدت ووصلت لنتيجة واحدة، لا يمكن كسر هذا الجمود الا بالحوار على الاقل من وجهة نظره. هي نقطة. اثنين، بموضوع الخماسية واللجنة الخماسية، ايه الرئيس بري قال قدام زوار وقدام صحفيين انه ناطر شيء جديد، ناطر كسر لهذا الجمود، ناطر افق ينفتح من اجل عقد جلسه جديده. اذا اجتمعت الخماسيه وطلعت بمبادره جديده اذا بدك او بطرح جديد بيأدي يمكن يعمل خارج، الرئيس بري رح يدعي الجلسه. واذا لا، اذا بقيت الامور على ما هي عليها ليش بده يدعي الجلسه؟ مش هيدعي الجلسه. مين المرشح الاخر؟ برجع بقول لك مين المرشح الاخر؟ ما قال لهم في مرشح بدك تنزل تنتخبوه، امشوا بنروح ننزل هلا ننتخبوه. اذا ما في مرشح اخر شو بيعمل؟ اذا حطينا هالارقام قدامنا وعدينا هلا القوات والتيار والكتائب والاشتراكي والتغييريين وشو من بعد، فين متفقين على مرشح؟ اذا هودي كلهم صف واحد عنده مين هو المرشح؟ ما تقدرش تزعوه لانه هن طلعوا منه، هو طلع من حاله اصلا بلا تضييع وقت. إذا بدهم ينتخبوا رئيس الجمهورية أو يعلنوا عن مرشح واضح من جديد ينقوا يختاروه، أو هذا المرشح المخفي اللي هو قائد الجيش مع الاحترام، يعني لأن الكل بيعتبر في مرشحين حقيقيين وفعليين إذا بدك، مرشح معلن ومرشح مخفي أو غير معلن هو قائد الجيش، يطلعوا يتبنوا ويحاولوا يعملوا يعني يجيبوا له قدره على 86 نائب يروح يعدلوا الدستور ويرشحوا. طيب رح ارجع احكي بقائد الجيش جوزيف عون، لان البعض يتخوف من انه الخماسيه تدفع باتجاه تسميه جوزيف عون لرئاسه الجمهوريه، ومن بعض حلفاء بعض دول الخماسيه يعني انحكى بهذا الموضوع. ولكن الخماسية قبل ما ننتقل لموضوع الرئاسة كرئاسة، الخماسية ما سرب عنا أنه هناك اتجاه على دعوة الأطراف اللبنانيين باللقاء أو التلاقي ضمن مجلس النواب كممثلي كتل، يعني كل الهم أنه ما يكون حوار وطني يرأس الرئيس نبيه بري لما يستفز بعض أطراف الداخل. هل يستجيب الرئيس بري لهكذا طرح مثلا، أو مثلا تتداعى الكتل النيابية إلى عين التين، مع أنه البعض يستبعد هذا الموضوع أنه بعض الأطراف اللبنانية تقبل أنه تروح على عين التين ويصير في تشاور جانبي لحتى نوصل لرئاسة الجمهورية؟ هذين الطرحين ممكن أنه يسلكوا بالمرحلة المقبلة واحد منهم؟ بآخر زيارة للودريان مش كان عم ينحكى أنه يمكن يدعي لحوار بقصر الصنوبر؟ صحيح. شو كان رافض الرئيس بري؟ يعني بعطيكي مثل
انه الرئيس بري ما عنده مشكل، ما عنده عقدة انه يترأس طاولة حوار، لن تضيف الى تاريخه شيء. الفكرة الرئيس بري همه يقعدوا اللبنانيين بمكان يتفاهموا مع بعض على الاقل على عناوين. طب ليش جبران باسيل ما بيقبل مثلا، ما بيقبل انه يحكي ببرنامج المرحلة المقبلة بطاولة حوار؟ بس امبارح بالاخبار او اول امبارح ما بعرف بيقول انه بده من ضمن شروطه الجداد هلا بده يتفق برنامج الحكم. على برنامج الحكم شو يعني؟ ما انت شو يعني؟ يعني هو بده يكون حاكم بجزء من، يعني هو بده يقيد رئيس الجمهورية القادم ببرنامجه هو؟ طيب لا بيقبل يعملها مع حزب الله مثلا او مع حركة امل، بس ما بيقبل نعملها. هيدا ما فينا نشتزقه لانه هو قال ثلاث شروط، هو الصندوق الائتماني، المركزية الإدارية المالية الموسعة، وبرنامج الحكم. يعني برنامج الحكم البعض اعتبره انه شو حصت بالدولة اوكي، بس في مشروعين قبل هن هودي الاساس عند الوزير جبران باسيل. موقف الثنائي اللي بيعبر عنه رئيسنا بيبر وعبر عنه بعتقد الإخوة بالحزب، موضوع اللامركزية الإدارية الموسعة هو مطلب على الأقل للرئيس نبيه بري، بس مش المالية، وهو جزء من اتفاق الطائف منصوص عليه. صحيح. ولكن وجهة نظر الثنائي اللامركزية المالية هو تقسيم أو نوع من التقسيم أو تقسيم مقنع، وهذا لن يمر. ماشي. بالموضوعات الثانية، الصندوق الائتماني اللي حكى عنه الشيء واضحة الفكرة مبلورة عند جبران باسيل، بعدين انه هو يطلبه لإله لمين؟ يعني للتيار الوطني الحر مثلا، لإله كشخص، مش عم بمزح هلا، للموارنه لمين؟ بعدين شو صلاحياته وشو طبيعته وشو برنامجه هذا الصندوق؟ شو بيعمل؟ واضحه الفكره متكامله، ما كان عم يبحثها مع الحزب، مش عملوا طاوله حوار او عملوا حوار ووصلوا لطريق مسدود فيه. موضوع برنامج الرئيس عم تقول ما نجتزئهم، ما كلهم يعني شروط لذلك بايدن ما بيحطهم على حدا. يعني ما هي المفاتيح او عناصر القوة التي يملكها الوزير جبران باسيل ليفرض هاو ثلاثة او واحدة منهم؟ وليش مقاربة انتخاب رئيس جمهورية بدها تكون بهذه الطريقة، بطريقة المبازرة السياسية كرمال شو؟ ما بعدك عم تقولي بدهم يلتزموا بالدستور، مش قبل شوي قلتي لي الدستور ما بنص على الحوار؟ بنص الدستور حط شروط قبل ما ينتخب رئيس جمهورية؟ هذه مطالب دستورية ولا بس بدهم دستور وبس بدهم مش دستور؟ هذا اللي اسمه لعب على الكلام، وهذا اللي اسمه تضييع وقت، وهذا اللي اسمه ابتزاز، وهذا اللي اسمه لن يمر. برجع بقلك نحن بمكان اليوم، على فكرة هذا الحكي كله كان بيصح قبل 27، اليوم العالم بمكان آخر، العالم مش الناس يعني، والناس بمكان آخر، يروحوا يقروا الوقائع يشوفوا شو عم يصير حواليهم، ما يضلهم برا المشهد. طيب بصراحة أستاذ حسن، هل يعتبر الرئيس بري أنه الكلام عن العقوبات هو المقصود من العقوبات على الرئيس بري بشخصه، وخصوصا بأنه الجو المترافق مع هذا التهديد هو أنه فليدعو الرئيس بري إلى جلسات متتالية من دون أن يخرج بعض النواب من هذه الجلسة وبالتالي يبقى النصاب؟ بكل صراحة أنا ما بعرف شو موقف الرئيس بري إذا هو بيعتبر هيك، بس أنا اللي بعرفه الرئيس نبيه بري لا يجرؤ أحد أن يضع عليه عقوبات. ليه؟ لأنه الرئيس نبيه بري هو الوجه الدبلوماسي والحضاري والذي يمكن أن يتفاهم معه الجميع، وهو المعبر الأساسي في هذا البلد من أجل كل الاستحقاقات إن كانت داخلية وإن كانت خارجية. الرئيس نبيه بري لا يستطيع أحد لا أن يفرض عليه ولا أن يهدده ولا أن يبتزه بهذه المسألة. هذه مسألة. وبعدين الأعضاء الخماسية إن كانوا الممثلين وإن كانوا هؤلاء الدول بيعرفوا قيمة ومقام وشخصية الرئيس نبيه بري أكثر من هؤلاء، علما أن هؤلاء بيعرفوا كمان اللي عم يطرحوا هذه النظرية، ولكن هاو دي برجع بقول لك عم بيحاولوا بطريقة أو بأخرى يذروا الرماد في عيون جمهورهم. الرئيس نبيه بري لا يمكن لأحد أن يتعاطى معه أو يتعامل معه بهذه الطريقة، وما نشهده يوميا من حركة مفدين ودبلوماسيين وسفراء واللي هذا المعلن وغير المعلن بيشهد أنه الرئيس نبيه بري هو قطب رحى العمل السياسي في هذا البلد، ولا يستطيع أحد ولا يجرؤ أحد لأنه بس يأخذ هذا القرار أيا كان معناته أقفل باب الحوار مع جزء كبير، مش بس الثنائي الشيعي أو الثنائي الوطني، مع جزء كبير من هذا البلد، وهذا بيوصل إلى مكان خطر جدا، يخسرون لبنان بعده.
بيقولوا لك شو هاللبنان يعني انه لا يخافوا يخسروا، ما اساسا هن بطلوا مهتمين بلبنان. ليش عم بيجوا بيعملوا اجتماعات بموضوع رئاسة الجمهورية هالقد؟ بس مين عم بيساعدنا نحن بأزمتنا وبانهيارنا اللي عايشينه؟ مين بعد في اهتمام بلبنان غير بعض الأصدقاء اللي كمان مشترطين مساعداتهم بموضوع يعني قضم الفساد بالدولة وتسيير المؤسسات بأطرها الدستورية؟ فساد؟ هؤلاء عندهم مشكلة واحدة في لبنان اسمها المقاومة، أكثرهم يعني. هن كل مشكلهم وكل هذا الحصار وكل هذا الانقلاب وكل هذا الفساد اللي طلع فجأة اللي صار من 1920 مبني لبنان على هذا الفساد، من أجل أن لا يكون هناك قوة مقاومة تهدد العدو الإسرائيلي. كل المحاولات كانت لضرب هذه المقاومة، وغير هيك كلام برجع بقول لك كلام بكلام. اليوم بعد 27 صار في مقاربة أخرى لهؤلاء، بلش من أمريكا وروحي لفرنسا ومطرح ما بدك كملي. صار في مقاربة أنه هذه المقاومة لديها قوة حقيقية تستطيع أن تهدد فيها كل هؤلاء، وما بيقدروا لا يضغطوا عليها بالسياسة ولا يهولوا عليها ولا يخوفوها، وما زالت يعني تدير هذه الجبهة بحرفية وبتقنية عالية وبحكمة عالية إلى علاقة بمراعاة المصالح اللبنانية، وبنفس الوقت بمراعاة الجانب الإنساني والأخلاقي والديني والشرعي والوطني والقومي واللي بدك يا مع غزة. طيب لان بعد في عندي دقيقتين بدي احاول اسرع، بدي اقول شيء بس قبل ما نخلص. اتفضل. يعني انطلاقا من هيدا المسار الرئاسي او المفاوضات اللي عم بتصير مش على صعيد لبنان على صعيد الخارج، ولكن صار في بعض الخرق بالداخل اللبناني من دون اي ايجابيه يعني كنتيجه ايجابيه، اللي هو اللقاء اللي صار بين سليمان فرنجيه مع قائد الجيش، واللقاء الاخر اللي صار بين سليمان فرنجيه مع وليد جنبلاط مع حفظ الالقاب للكل. هيدا أعطى إشارة أنه حتى سليمان فرنجي ممكن أن في مرحلة بعد بكير عليها أنه يتنازل لقائد الجيش جوزيف عون، إذا في حال لقى أنه بعده الوضع الداخلي مستعصي ولا يمكن أن ينعكس أي تسوية إقليمية على الداخل اللبناني بموضوع الرئاسي. هل يمكن أن المرحلة المقبلة تزكي جوزيف عون رئاسيا؟ لا. والثنائي الشيعي واضح وثابت وعلى موقفه ومستمر بدعم سليمان فرنجية. ايه. وبالتالي اختصار يعني. طيب وبالتالي إذا رحنا على جلسة انتخابية وكانوا سليمان فرنجية وجوزيف عون اثنيناتهم هن المرشحين، هل مع أنه فرنجية من رأيه مشاك؟ اتفضل. سليمان فرنجية بلقائه مع قائد الجيش وزير فرنجية قال له أنه أنت مرشح وأنا مرشح أو نحن عنا القدرة أنه نوصل، ولكن كل واحد مساره مختلف. أوكي. يعني وجهة نظره لسليمان بيك فرنجية ومنطقية وواقعية أنه مش رح يجي يوم يكونوا اثنيناتهم مرشحين ها أو ها، لأنه مسار الإيصال أو وصول سليمان فرنجية مختلف تماما عن مسار وصول قائد الجيش اللي هو التسوية الإقليمية. صحيح. وانعكاس على الداخل. هي الحقيقة والواقع، هي الحقيقة هيك. كل ما عدا هيك كلام في كلام. ملك وجهة نظري، وبرجع بقول لك استنادا لما قاله سليمان فرنجية. بمسألة سليمان فرنجية والانسحاب، ما مرة كان في لقاء مع أحد الصحفيين مع مجموعة من الصحفيين. نعم. وسئل إنه ممكن تنسحب؟ قال أنا ما عندي عقدة إنه ما أنسحب. بس أنا بنسحب لمين؟ يعني اللي كرمال مين؟ وما هو المشروع الآخر؟ أنا جزء من مشروع. مشروع له علاقة بهذا البلد بالرؤية بشو مشروعه الأكيد المقاومة والتحالف معه وجزء منه مش تحالف معه والانفتاح على العالم العربي وتحسين علاقات لبنان والوضع الاقتصادي وكل هول حسب ما حدا يفكر مشروع يعني تلاقي غلام مشروع مشروع فارس. الفكرة إنه في زلمة عنده رؤية للواقع اللبناني. إذا بده ينسحب لمين يعني من هو الشخص بعد عمل لك من هو المرشحون الآخرين من هو المرشح الآخر وشو مشروعه؟ جابوا لنا مرشح اخر سمونا ما عنده مشروع. مش معقول ينسحب للوزير جبران باسيل؟ من هو؟ سليمان فرنجي، ما هو كمان من ضمن الحلف السياسي تبعه. ما طلع سليمان، لو ما يستعجل جبران باسيل كان انسحب. هو استعجل وطلع، بقول لك الناجي حيك قال انه خلصنا ما عادش بالحلف. اوكي، يعني هلا الرئاسه بدنا ننساها. حتى ولو اجتمعت الخماسيه ممكن انه نكون ناسينا الى ما بعد غزه. والله مش كلامنا الاعلام، وهي حقيقه يعني. الثنائي عندهم الاستعداد رغم إدارة المعركة في الجنوب، عندهم استعداد وانفتاح على كل المبادرات والطروحات العقلانية والواقعية من أجل ملء الشغور الرئاسي. وهذا كلام رسمي، ولكن بهذا الواقع الموجود ولأنه بكل صراحة الخصوم مرتبطين شاءوا أو أبوا بالأمريكي وبهن الأمريكيين وغيرهم مأجلين بدك من الآخر. لما إجا المبادرة الفرنسية اللي كانت رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة مش بوقتها، بغض النظر هالا مين وهالا مين، الأمريكي شو كان عم بيقول؟
ولو ما قال بالعلن، انه اعطي لحزب الله او للثنائي رئيس جمهورية هلا ثمنها اغلى من رئيس حكومة. ثمنها شو بده؟ كان بده ترتيبات امنية بتشبه الترتيبات البحرية على الحدود البرية. اجت 27 وصار هذا الواقع، اذا بدك فارض نفسه اكثر. لهؤلاء اللي عم بيقولوا مقايضة ومقايضة، خوف في مكانه، مش لانه الثنائي بده هيك، لانه امريكا بواقعيتها بقراءتها الموضوعية للواقع اللبناني، لأنه بتعرف مدى قوة وقدرة وحضور الثنائي وحلفائهم بلبنان وبالمنطقة أيضا، ولا يمكن تجاوزهم بموضوع على قد حساس وكبير، مش مثل ما بدهم البعض هون. إيه ممكن يحطوا على الطاولة كل الملفات، بس الأمريكان كمان بيعرفوا أنه لا يمكن تجاوز المكون المسيحي بلبنان. ما حدا قال من قبل تجاوزهم، حتى القوات اللبنانية بتعطيك مثل أنه بال2016 كانت اللعبة الأممية كلها تصب لمصلحة سليمان فرنجية. إجت القوات اللبنانية عملت اتفاق مع راب، راح انت صدقت؟ وصل إذا انت صدقت أنا صدقت. وصل ميشيل عون، محترام يعني الرئيس ميشيل عون، وصل إلى رئاسة الجمهورية نتيجة الاتفاق الإيراني الأمريكي. هلا ما بدهم ربط، يعني مثلا اول ما صارت 27 طلع جبران باسيل قال ما حدا بكره اذا انتصر يفرض علينا رئيس، بتذكري؟ اول كلام له عن 27. بس وقتها هن بينقلوا عن الرئيس ميشيل عون، لما المقاومه او محور المقاومه استولى على يعني اعاد تحرير حلب، بيقولوا انه الرئيس عون قال خلص جهزوا كل شيء هلا انا رئيس جمهوريه، بينقلوا عنه هيك. بوقتها كان يجوز الربط بين معركه في سوريا من أجل رئاسة في لبنان، بس هلأ المعركة في فلسطين تبين أنا مع مش معها. اللي حصل ب 2016 إنه الأمريكيون سهلوا مرور انتخاب رئيس الجمهورية الرئيس ميشيل عون، لأنه كان في تفاهم في المنطقة اسمه إيراني أمريكي. طيب أنا خلص وقتي، بدي أختم. قلت لي بدك بموضوع الجبهة، بموضوع العلاقة، يعني كيف تنتهي هذه الحرب؟ في رأي أنا يعني أشعر بأنه رأي مقبول. اليوم معركة بايدن ونتنياهو هي جزء أساسي من هذه المعركة السياسية. بايدن له مصلحة ما يوقف إطلاق النار هلأ، بس له مصلحة بتخفيف حدة النار في غزة، لأنه العالم كله معاش عم بيحمل كل هذه المجازر. أيمتى بيصير له مصلحة وقف إطلاق النار؟ لما يدخل فعليا بالسباق الرئاسي. ليش؟ لأنه أول ما بلشت 27 كان نتنياهو بايدن هذه الحرب له مصلحة فيها ب إعادة إذا بدك شرعيتهم وتجديد شعبيتهم بشوارعهم. ولكن لما امتدت هذه الحرب كل هذه المدة وصار كل هذه المجازر وكل هذا الإجرام، صار مصلحة بايدن لأنه صار انقلب الشارع الأمريكي وحتى شارع الحزب الديمقراطي، وهذا استطلاعات رأيهم. هلأ بايدن له مصلحة أنه تبقى هذه الحرب مفتوحة حتى يستثمر وقف إطلاق النار بمسألة انتخاب رئيس الرئيس الأمريكي، لأنه كل استطلاعات الرأي بتقول أنه هو متأخر جدا عن جو بايدن. فخلينا حد المعركة العسكرية اللي عم تصير نراقبها بدقة وبتأني وبقلق واللي بدك إياه، وأيضا خلينا نشوف هذا الصراع داخل الإدارة الحكومة الإسرائيلية وأيضا بين الإسرائيليين والأمريكيين، وحتى ما حدا ينغش الولايات المتحدة الأمريكية متى تريد فعلا أن توقف هذه الحرب بتوقفها. وهذا مؤمن فيها الرئيس بيري، لأن بال2006 قال نفس الكلام للسفيرة الأمريكية، السفير الأمريكي بوقتها ووزيرة خارجية أمريكا كوندوليزا رايس، أنه أنا ما بصدق أنه إذا أمريكا بدها من إسرائيل توقف الحرب ما بتقدر أمريكا تفرض عليها هيك. اليوم بعده على رأيه الرئيس بيري؟ ما هذا كلام، ها كلام الواقع والعقل نعم طبعا. ويعني بإحدى تعليقاته الرئيس بيري بيقول عن بيوصف انه بيك بينهق عليك، هلا ما بعرفش بينهق بجنوب يعني بعيط عليك، بيك بينهق عليك بس ما بيقتلك. امريكا بالنسبه لها اسرائيل هي مثل بي وابن. عندما يحين الوقت الذي تشعر فيه الولايات المتحده الامريكيه انه الى مصلحه، وعلى فكره قبل شوي حكينا عن توماس فريدمان، توماس فريدمان لما بيحكي هو بيحكي من منطلق الحفاظ والحرص على الاسرائيليين، يعني هو عم ينصحهم. الامريكي لما يوصل لمطرح بيعتقد انه هذه الحرب، انه نتنياهو مثل ما كل مثل صحيفه هآرتس اليوم افتتاحيتها شو بتقول، بيقولوا للامريكيين لاصدقائهم الامريكيين لا تعولوا على وعود بنيامين نتنياهو فانه كذاب ابن كذاب بالافتتاحيه مش من عندنا. وختامها مسك. حسن شكرا كثير لحضورك اليوم، المحلل السياسي الاستاذ حسن الدر، اهلا وسهلا فيك من جديد. والشكر موصول لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.